الجزء بقى بتاع البلد سيركت ونرجع عليه تاني، اللي بيبقى جاي لنا من البيشنت اللي هو الارتيريال سايد بتاع المكنه، اوكي، بنقيس هنا الارتيريال بريشر. ده ارتيريال بريشر مش بتاع البيشنت، ده بتاع الايه، بتاع المكنه. بيبقى في عندنا هنا بلاد بامب اللي هي بتشد لنا الدم، اللي هي بتبقى بريستالتيك بامب اللي احنا شفناها. بيبقى في عندنا هنا قدره ان احنا نغير القيمه بتاعتها، نغير سرعتها بايدينا او من خلال المكنه. بيبقى في هنا الهيبرين بامب، بعد الهيبرين بامب دي اللي هي بتدينا انتي كواجلانت عشان يبقى البلاد اللي ماشي عندنا في الاكسترا كوربوريال سيركت دي ما يحصلوش كواجليشن. بتخش بعد كده على الدايلايزر وتطلع منها بعد كده على، في عندنا بقيس الفينس بريشر بتاعنا وبديتكت اذا كان في عندي اير بابلز. وبعد كده بخش من دي على الفينس كلامب، يعني دي اللي هو اللاين نفسه بيعدي في فينس كلامب ويخش بعد كده يرجع تاني للبيشنت. ده الفينس سايد بتاع الايه، بتاع المكنه. اوكي، الفينس كلامب هنا لو لقى في اير بابل ديتكتد بيقفل هنا على طول على اللاين ده، بحيث ايه، بحيث يمنع ان البلاد ده يرجع للبيشنت. في جزء مهم قوي هنا اللي هو السالين سولوشن، اللي هنا ده محلول ملحي. المحلول الملحي دوت لو احنا فكرنا كده ان احنا دلوقتي عايزين نبتدي ناخد دم من البيشنت، طبعا احنا في البدايه خالص كل اللاين ده اللي هو اللي ماشي ده كله ده كده ما فيهوش اي دم خالص، يعني لسه ما خدتش خدت دم من البيشنت، ومش معقول ادخل الدم بتاعي يمشي في انبوبه فاضيه كده. انبوبه فاضيه معناها يبقى ان كونتاكت مع هواء، وفي الاخر ادخل الكلام ده في الاخر للبيشنت، وما ينفعش. فاللي بيحصل فعليا ان انا بملى اللاين ده كله، بملاه بمحلول ملحي، اوكي، بعمل بسميه حاجه اسمها برايمنج. اوكي، برايمنج ده اكني بانيشلايز كده الايه، اللاين ده كله بايه، بسالين سولوشن، بحيث يبقى كله ما فيهوش اي بلاد بابلز خالص لغايه الاخر خالص. وبعد كده ابتدي اسحب دم من البيشنت، هو البيشنت بقى يبتدي يخش له، لما انا ابتدي اسحب منه دم من هنا يبتدي يخش له من هنا السالين سولوشن ده، لغايه لما في الاخر الدم بقى اللي هنا يبتدي يوصل ايه، يرجع تاني بعد كده من هنا. بس يعني كده انا خليت اللاين ده كله مليان محلول ملحي، لان هو ده ماتش سيفر على ان انا اخلي فيه هواء. اوكي، فدي حاجه مهمه جدا، الجزء بتاع البرايمنج بتاع الاير، بتاع الجزء بتاع البلاد لاين في الاول خالص، اول تريتمنت خالص. ده بيحصل في اول تريتمنت وخلاص، بعد كده في الاخر خالص برضو احنا ممكن، واحنا بنرجع الدم برضو ممكن نرجع برضو الدم، ان احنا يعني لما الدم مثلا بتاعي يبقى هنا مثلا في الجزء ده، ابتدي احط السالين سولوشن بتاعي بحيث ان في الاخر يبقى الدم ماشي ووراء السالين سولوشن او محلول الملح ده، عشان في الاخر برضو الدم يرجع وما يبقاش وراه هواء برضو. اوكي، فهي بتستعمل في البدايه وفي نهايه التريتمنت.